دكتورة منعم، يعني حضرتك كتبت كتير على ما يسمى بالنخبة. ما النخبة في المجتمع؟ النخبة هو كل من يؤثر في عملية اتخاذ القرار العام. التأثير ده ممكن بيكون عن طريق أموال، ممكن يكون عن طريق علاقات في السوق، ممكن تكون عن طريق الأجهزة الأمنية المختلفة في الدولة، يمكن أن يكون عن طريق مفكرين بيبصوا للمستقبل عبر الحاضر بأفكار معينة. وقد يكون هذا هو المعنى الشائع، يعني النخبة هي نخبة المفكرين. إن هي الجماعة المثقفين. لا، النخبة يعني تعبير في العلوم السياسية يعني التأثير في القرار العام. من الذي يؤثر؟ وهنا بيؤثر بطرق مختلفة. طبعا المثقفين هنا لهم دور مهم، لأن هم اللي بيبلوروا تعريف الحاضر وأحلام المستقبل إذا جاز التعبير، يعني إنها بتبقاش أحلام، بتبقى مشروعات، مشروع قومي للدولة للتعامل مع صعوبات بعينها. يعني طبعا في النخبة السياسية الاستراتيجية اللي هي جوه دايرة القرار، محافظ البنك المركزي، المحافظين، السفراء، الوظائف بعينها، الوظائف بعينها اللي حددها المجتمع للنخبة، يعني كل مجلس النواب، مجلس الشيوخ، ده طبعا داخل في هذه العملية.